المردود نتاع اليوم كان مردود متميز الحقيقه، معناها كنا قاعدين مباراه باهيه، معناها قربنا برشا في النيفو الكوبا كوبا من برمي الجراند ناسيون في الفوليبول، فرحانين برشا بالاداء اللي عملناه اليوم، تحسنا على الماتش بتاع البارح مالجري عدينا سيت الاولى بالكدا مع تركيا البارح ودخلنا بالكدا وربحنا، مي اليوم تحسنا في نيفو خير وعرفنا كيفاش نلعبوا، نقصنا شويه تعرف عمالقه هذوما عباد معناها ماهمش سي با فاسيل معناها باش تربحهم، دونك اوني اورو معناها اوني كونتون بالبريستاسيون تاعنا، فرحنا شويه الجمهور، عملنا شويه امبيونس في الساله، الحمد لله ان شاء الله سا سو ريبيت ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. الاستفاده من الدوره هذه الحلوه معناها الاستفاده باش تحتك وتلعب مع لاعبيه كبار ومع منتخبات كبار في من اكثر المنتخب من احسن منتخبات مصنفه في العالم، مش اللي يجي باش يلعب في الورد ليج، دونك سي ديجا بيان معناها باش تلعب معاهم باش تحتك بهم، وهذا معناها يزيدنا فائده، الجوالات نتاعنا يزيدهم فائده باش يتحسنوا ويزيدوا يقربوا للنيفو اكثر باش تولي ريزولتا خير في لي شامبيونا ولي كوب دي مون تاع الشايين، وان شاء الله معناها نوليو نسيطروا ان شاء الله على الكره الطائره في افريقيا. ولا تنجم تقول هو شيونس مهمه، وتنجم تقول من احسن تحذير انه يكونوا حاضرين في الورديق انه احسن تحذير لبطوله العالم في بولونيا. ماتش تاع غدوه ماتش صعيب مش سهل، ان شاء الله نحاولوا باش نلعبوا اون سي ليبير، نلعبوا سون بريسيونس ونحاولوا نعطيوا اكثر ما عندنا، وكان جات ريزولتا مرحبا بها، ما جاتش اون سون فو، لو فات دو بيان جوي سي ليسونسييل. صحيح اليوم حسينا جمهور فرح بالمردود وشيخ معناها خاطر هما معناها في تونس سيرار باش تلقى لو نيفو يتلعب في تونس وكوبا واحد، وعلم لنا جو سيتي بيان، ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله. عايش ميرسي عايش. Audio Jungle.